تعتبر الجمال والصقور جزءاً من تاريخه العريق وحاضره المجيد، فقد شهدت معه شغف العيش بالصحراء، حيث كانت تربية الصقور والصيد من الوسائل التي يكسب بها عيشه. بالنسبة حق الطيور، هواية شريفة تمتع صاحب الهواية، ولها ميزات، والطيور هذه تحتاج إلى عناية فائقة من قبل الصقار الحاذق. لدينا أجهزة جيدة جدا إذا ما قارناها مع الأجهزة الأخرى، وهي أجهزة جيدة تناسب الظروف والأوضاع الراهنة. ومن بين الخدمات التي يقدمها المشفى زرع شريحة إلكترونية تحت جلد الصقر، تحتوي على ملف يجمع جميع المعلومات عن هذا الطائر كسلالته وفصيلته ونوعه. أنا جاي أركب شريحة الطير إلكترونية تحت الجلد، هذه فائدتها فتح الملف، معرفة الملف، لو ضاء الطير أو شيء يدل بعد على الطير. ومع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة تطورت رياضة الصيد بالصقور وازدهرت، وأصبحت تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من الشباب، حتى أصبحت ثقافة تتطور مع تطور الأجيال. أيضاً للجمل قصة أخرى أبعد وأكثر عمقاً في حياة البدوي، فللجمال أسرارها التي لا يعرفها إلا من عايش هذا الحيوان عن قرب وراقب تصرفاته وأفعاله. الجمل المريض تحسه ما يأكل، تحس دائم نزل جرينه على الأرض اللي هي رقبته، تحس عينه تذرف ماي، تشوفه ما يأكل الطعام. والجمل الصحيح تحينه يأكل ونشيط، دائما تشوفه نشيط يفتر قوي. والمريض يحتاج العلاج من الدكتور، والأمراض تختلف، فيه نحاس، فيه جرب، فيه جرح، فيه أمراض كثيرة، حرارة. فهذه تعود على صاحب العزبة يهتم في حلاله على طول، يكون معاه موجود عنده. بعض الناس يخلي عزبته أسبوع 10 أيام ما يمر عليها إلا بالتليفون، يا راعي سوت الناقة الفلانية، يا راعي سوى البعير الفلاني، ما ينفع. حتى استنسال المطايب البعير الفلاني فيه ركاب طيبة يتعب عليها الإنسان، يروح يضرب عند البعير هذا ويضرب عند البعير هذا، بس السلالة الطيبة نفس البشر، العرب ما سوى، فيه مطايا سلالتها طيبة. السلالات السعدية والقحيدية أكثر ما اشتهر عند دولة الإمارات، صوغان وشاهين وجبار وهملول والمسك، هذا أكثر ما اشتهر عندنا. وهل السلالات هذه تصلح للمزاينة وتصلح للركض وحليب، هاي السلالات الطيبة.